بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا اليوم الجميل، أحييكم في هذه المعارك، أحييكم في هذه التحديات، أحييكم في هذه المنافسات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مشاهدينا متابعينا الكرام التي تقام على أرضية هذا الميدان عملاق الميادين السعودية. إذن مشاهدينا الكرام مقدمة الشوط والمركز الأول مع بينونة، مطير بن عبد الرحمن بن عبد الله الضيوفي العطوي من يقدم لنا بينونة على الصدارة والمركز الأول، بينما النقلة والدور إلى المركز الثاني من غيرت مجريات الأمور المنطلقة في هذه اللحظات. حضرت الآن شعار فرج بن محمد بن حمد المري يقدم لنا انطلاق الدرعية، من غيرت من تسللت من تقدمت في هذه اللحظات. المركز الثالث القادمة هناك حضرت الشاهينية حمد بن صالح بن فارس آل منجم اليامي القادمون أبناء نجران يحضرون في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة هناك شعار محمد بن سالم بن محمد المري مع متاهة هي القادمة هلان، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وتقدمت في هذه الأثناء شعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي بو صلاح في المتابعة والتضمير القادم مع انطلاق عسيلة وبن رشيد، وشعار قادم في هذه اللحظات تقدم مع شدة أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. هكذا هي الأسماء المنطلقة، هكذا هي الأسماء المندفعة العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول. ياهي من كوكبة تكونت في موقع واحد منطلقة يبحثون عن ذلك النوماس، عن ذلك النقطة الثمينة في هذا الصباح. بدأ الضيوف بالانطلاق، بدأ الضيوف بالانطلاق، وكذلك القدوم الوصول مع شعار ممدوح بن عطل بن عتيق الضيوفي يقدم لنا غنادير أبناء تبوك الورد يتنافسون على المركز الأول والثاني. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير يا الضيوفي يا الضيوفي. غنادير غنادير غنادير، والقادمة هناك الواصلة غزة أم هنالك بالفعل مقرن بن أحمد بن محمد المدني حضر أبو مقرن على المركز الثاني قادم بكل قوة، قادم بكل قوة. معركة ثنائية، معركة كبيرة، معركة خطيرة ما بين غنادير ما بين غزة، غزة وغنادير، غنادير وغزة. يلا أبناء تبوك الورد، أبناء تبوك الورد، أبناء الورد، أبناء الورد يزفون الورد، يبقون الورد في دار الورد. والقادمة هناك حضرت شعار رفيع باسم حان الشمري، أبناء حايل، أبناء حايل القادمين الواصلين مع عزاوي غنادير، غنادير عزاوي، عزاوي غنادير، غنادير ولا عزاوي. الرفيع 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 بن سميحان الشمري إلى حايل، إلى حايل، إلى حايل. سلام 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 على هذا الأداء الكبير لمالك عزاوي الرفيع بن سميحان الشمري. تهانينا والنماس والف مبروك على هذا الفوز الكبير والمستحق لمالك عزاوي. المركز الثاني غنادير ممدوح بن عطل بعتيق الضيوفي، ثالثا حضرت على المركز الثالث الماسة عبد الرحمن بن سلمى بن صالح المغير عتيبي. المركز الرابع
حضر شعار فرج بن محمد المري المركز الخامس. وصلوا أبناء نجران حمد بن صالح بن فارس آل منجم. إذا تهانينا والنماس وألف مبروك لمالك هذه البطلة لمالك هنالك عزاوي من أتت مع آخر الأمتار مختطف هذا النماس والانتصار بشعار رفيع بالاسم حان الشمري ليخطف النماس هناك إلى أبناء حايل. توقيت عزاوي لحظة وصولها 4 دقائق 42 ثانية 84 جزءا من الثانية. بينما المركز الثاني من حلت على المركز الثاني غنادير بشعار ممدوح بن عطل الضيوفي 4 دقائق 44 ثانية 24 جزءا من الثانية. ثالثا حاضر شعار عبد الرحمن بن سلمان المغيري مع الماسة توقيتها 4 دقائق 46 ثانية 83 جزءا من الثانية. ورابعا وصلت على المركز الرابع شعار فرج بن محمد المري. خامسا شعار حمد بن صالح آل منجم اليامي. إذا تهاني والنماس وألف مبروك لمالكي عزاوي رفيع بن سميحان الشمري مختطفا هذا النماس والانتصار ومهديا هذا الفوز هناك إلى أبناء حايل إلى أبناء المحنة. تهانينا على هذا الفوز والانتصار.